الحكومة تسميها النصارى الكريسماس ولا رأس الميلاد رأس السنة الميلادية. والله لا ينقضي عجبنا من مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يشاركون أهل الكفر وأهل الضلال الذين وصفهم الله بأنهم ضالين، وأمر المسلمين أن يستعيذوا من طريقهم في صلاتهم كل يوم. في المقرأ المسلم صلاتك يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا ربي بعدنا على طريق الضالين، ثم يشاركهم. وأي مشاركة في عيد يحتفلون فيه بميلاد الرب؟ أتدرون شناعة هذا؟ واش هاد الناس هادو تيفكروا ولا ما تيفكروش؟ يشاركون الكفار في احتفالهم بميلاد الرب وهم يقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والآخر تيقول بأنه راه هاد النهار هذا فاش تزاد رب العالمين سبحانه وتعالى الله ولد. هذا قول عظيم جدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والمسلمين تتلقاهم تابعين ومشاركين وفرحانين وسهرانين وكذا، يشاركون الكفار في عيد. الأعياد في الإسلام الفطر والأضحى عبادة. الأعياد كاين الذكريات اللي هي وطنية وغيرها، وكاين الأعياد اللي هي عبادة. ليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وقد ربطهما الله ببعض الشعائر المهمة. فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة الحج، وجعل الله فيها من القربات من صدقة الفطر ومن الصلوات ومن العبادات ومن الذكر. هذا شأن المسلم. أما الكافر اش عنده؟ خصوصا بعد التحريف الذي طال هذه الأمور، يسهرون على المجون وعلى شرب الخمور ويستبيحون كل محرم والمسلمون يشاركونهم. احنا ما جدا نتكلموا على الناس اللي تيزني واللي تيسكروا واللي تيدير، لا، كنهضروا على المسلمين اللي هما بسطاء، يعني عقولهم هباء. تيقول لك انا راه داير عادي، راه نمشي نشري ثاني الحلوى، تلقاه مسكين ما عنده باش يتعشى، ام وسط حتى هو في باتيسري تيقول لي واحد الحلوى وكذا، ورد البال عندك نخلي لي ولادي بلا كذا. راه مشكله الا ولادي ما كلاوش الحلوى هذه الليله، هذه بغيدوز عليهم هذا العام كله حار، ما فيه والو، ما فيه حلوى، خاصو حتى هو يشارك بالحلوى. ودابا ولاو الناس اللي مترفين وجاهلين في الوقت نفسه تيشريو حتى هما الشجر، لانه النصارى يدعون بان عيسى عليه السلام ولد تحت شجره الصنوبر. وهذا طبعا المسلم اللي هو غير كيقرا القران يعلم بان مريم الصديقه ولدت عيسى تحت نخله. قال الله تعالى وهزي اليك بجذع النخله تساقط او تساقط عليك رطبا جنيا. وهما اللي تدعوا بانه ولد في هذه المواسم، يعني في هذا الشهر هذا ديال البرد، لا، ولد في موسم التمر. واش كاين شي تمر دابا في هذا الموسم هذا ديال البرد؟ يعني هما امور يعني اصلا خرافات ليس لهم تاريخ محدد، ومع ذلك يشاركهم المسلمون في ذلك. والانسان لو رجع الى كتب اهل العلم لوجد في التحذير الاكيد، يحذر العلماء من مشاركتهم ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بل جاء عن كثير من أهل العلم من علماء المالكية أنهم حذروا من ذلك ومنعوا منه، بل منعوا أن تكرى الدواب لمن يركبها للوصول إلى أعياده. كل واحد اللي يمكن يقرأ يعني في المنح الجليل ويمكن يقرأ في المدونة كيقول ليه بغيت نكري الدابة، داك الساعات كيبغي يركب مثلا من منطقة لمنطقة، والمسلم تيكري ليه غير داك الدابة ديالو باش يركب عليها. قال لي إلا كان غادي باش يحضر لهذاك العيد ديال المشركين لا يجوز أن تكري دابتكم. إلا بغيت تبيع ليه واحد الشاة بيذبحها يحتفل بهذا العيد الشركي لا يجوز أن تبيعه. عاد راه التهنئة من مزتي كل شيء بوناني 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 جويون وجوي، هذا ديال المسلمين. بل عد ذلك بعض العلماء من الكفر الصريح، كمن يهنئ الكافر على سجوده للصليب. واحد تسجد الصليب وتقول له انت، نعطيك الصحه داك الشيء اللي درتي راه هو هذاك، تسجد الصليب
كمن يهنئ من يعبد الصليب أو من يشرب الخمر أو من يقتل النفس أو من يستحل الفرج الحرام، كما يذكر ابن القيم في أحكام أهل الذم. الشاهد أن الأمر مش سهل جدا، مش سهل. ما تهنئهم، ما تقبل الهدايا ديالهم أبدا، هذا اليوم خصو ينزل عندك عادي مثل بقية الأيام. إذن هذا هو حال المشركين.